رمضان الفات سمعنا شيء أثر بكل العراقيين. نعم. وبتشى كل العراقيين. صح. اللي هو عمل كمامات وطن. اللي على كمامات وطن، بس اسم الإنشودة شنو كان؟ اسم الإنشودة سلموا على أم الغالية وضحكتها. يعني هاي إبداع. شلون صار كواليس الاتفاق تكون على هاي الحلقة؟ أني أتذكر كنت أيام رمضان مريت على شركة مدينة الفن لأخوة سامر حكمة، تحياتنا لهم، مصطفى حكمة هو المخرج يعني. نعم طبعا. فأجيت دخلت لقيته جاي منتج بالحلقة مال صدفة. أي هي الحلقة حلقة 18 أو ما أتذكر، طابق 18. طابق 18 وكان مخلي الإنشودة مال شهيد التحرير مالتك. أي مخليها على الحلقة يعني بالقفلة الأخيرة. فلقيتهم قاعدين ومندمجين وهيكي وشي تبكي وشي كذا، موقف يعني محزن يعني يهز كل شريف. فأنا جيت دخلت باوعت ما أدري شلون، فقلت له أنا عندي فكرة ببالي. أي سامر طبعا قال لي إحنا حابين إنه ننزل هاي الإنشودة، بس يعني قبل لا ننزلها لازم نأخذ رأيك وكذا. أي قلت له أنا حاب إنه نسوي شيء جديد، نسوي كلام جديد، ها، بس يبقى اللحن نفسه، كبار اللحن يعني. سويت إصدار ثاني منها. إيه كلام جديد، اللحن بقى نفسه. سويناه، اشتغلناها تقريبا بيوم كملناها. كان أستاذ إياد راضي موجود، حياته عليه طبعا، وجا سمح تأثر بها، قال راح يسوي بالعراقيين، راح يسوي بالناس. المهم كملناها بذاك الوقت ونزلت و كسرت الدنيا. اي ماكو بيت عراقي ما سمح، ماكو واحد ما بس بيشوف. لازم نسمعها لايف. اي صارت والله، يصير لك الخير. بداية هو الرحمة والغفران لكل شهدائنا، شهداء العراق، شهداء القوات الأمنية بدون استثناء، كل شهداء العراق الله يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب. آمين. نهديها إلى أرواحهم. سلموا على أمي الغالية وضحكتها، يا ناس لفوني بعطر شلتها، سلموا على أم الغالية وضحكتها، يا ناس لفون بعطر شيلتها، صح متيت بس بروح باقي يمه، وانا درمو هين فراقي، يا يما ادعب عبرك اليوم على رخصه ودم العراق، تقول يما يما انا النذار عمره ونصيبه، سلمولي على الحلوه الحبيبه، تابوتي لا تشدون بحبال بحبال بحبال، قولوا لها تشد بقصيب، اي قولوا لها تشد بقصيب. الله الله عليها. يعني اغنيه على الجرح. الله عليك.